كان وفي إطار الشفافية اللي احنا بنطلبها في مصر الجديدة، محتاجين نعرف معلومات ومحتاجين نعرف مصارحة ومكاشفة في هذا الملف. ايه رأيك لو نتحاور دلوقتي مع المتحدث باسم مجلس الوزراء وهو السفير هاني صلاح الدين؟ تمام. سعادة السفير مساء الخير وبرحب بيك، شكرا للمشاركة معنا. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. تحياتي للأستاذ خالد. أهلا بيك سعادة السفير. سعادة السفير، ربما تكون الاستقالة لوزير الرياضة طاهر أبو زيد لم تصل إليكم بعد، هل هناك أي معلومات أو جديد في هذا الملف؟ حتى الآن حضرتك لم تصل استقالة السيد وزير الرياضة رسميا إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. تمام. طيب، يبقى متهيألي الرأي العام متابع هذا البرنامج محتاج يعرف منكم لماذا تم إلغاء طاهر أبو زيد قراره بحل مجلس إدارة النادي الأهلي. وطبعا زي ما حضرتك عارف سعادة السفير، يعني حصل اللي احنا تابعنا انه عين مجلس إدارة جديد وعادل هيكل وحصلت فرحة وحصلت أجواء احتفالية وما إلى ذلك، وقيل ان المجلس المنحل هيحول لنيابة الأموال العامة. يعني ملف محتاجين نفهمه. لا حضرتك، هو تم إيقاف العمل بالقرار أي لفترة لدراسته، وحاليا يقوم السيد المستشار القانوني لمجلس الوزراء بدراسة كافة الأبعاد والملائمات القانونية الخاصة بهذا القرار، يأخذ الأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية وأيضا مجموعة من الاعتبارات تتعلق بمستقبل ومصلحة منظومة الرياضة المصرية ووزارة الرياضة، وأيضا النادي الأهلي كقيمة وقلعة رياضية كبيرة سواء ليس فقط في مصر ولكن في الشرق الأوسط وافريقيا. وارتاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عندما اصدر قرارا بوقف العمل بقرار السيد وزير الرياضه انه قد يكون من الانسب في المرحله الحاليه وقف العمل مؤقتا بهذا القرار لحين صدور عما قريب القرار النهائي فيه. طب وهل ده يعني اجراء طبيعي بالنسبه للراي العام ان وزير ياخد قرار ورئيس مجلس الوزراء بعديها بساعات يلغي هذا القرار، يقول يا جماعه احنا لازم نقعد ندرس الموضوع؟ يعني لماذا، بكل يعني احترام طبعا ليكم، لماذا لم يتم التنسيق مسبقا وقبل ان يظهر كنوع من التضارب ما بين اعضاء مجلس الوزراء نفسه؟ هو يعني حضرتك ليس هناك تضارب بطبيعه الحال، زي ما حضرتك ذكرت استاذ معتز، قد يكون قد كان من الافضل قبل صدور القرار ان لئلا يصدر اذا كانت النيه متجهه الى وقف العمل به، ولكن حدث ذلك. وبعد تشاور وتواصل بين السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الرياضة تم التوصل إلى هذه الصيغة التي في تقدير السيد الدكتور ببلاوي هي مناسبة لكل الأطراف، وعلى أن يصدر عما قريب خلال هذا الأسبوع القرار النهائي للرأي العام الذي يشغله بالطبع ما حدث، ولكن نعد بأن يكون عما قريب الحقيقة تظهر واضحة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لمصلحة الوطن.